بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين ومستمعين إلى رحاب حلقة جديدة من برنامج حتى العشرين. وكالعادة نبدأ حلقتنا بقصة صغيرة بتمهد للموضوع. بتقول صاحبة القصة لليوم بزربة انزعاجي من الصيف وشوبيته وقعدة الأولاد بالبيت اللي مقضينا لا شغلة ولا عملة، تحت عنوان بعدهم عم يرتاحوا من تعب الامتحانات واللي صار ماضي على نهايتها أكثر من شهر، ونومتهم اللي بتضل الظهر كنتيجة طبيعية لطول السهر. وبظل هالمشهد المليان قهر بتتصل رفيقتي لتخبرني إنها وظفت ابنها واللي عمره 10 سنين بدكانة جارهم بالحي، وبهالطريقة حسب أقوالها قضت على فكرة السهر والزهق والنكد والمقاهرة. بس 10 سنين ووظيفة؟ لا، الموضوع بده قعدة وفنجان قهوة لأعرف منها تفاصيل ولمناقشة الفكرة والأهداف والإيجابيات والمحاذير. بركي أنا كمان بلاقي ضالتي بأقرب محل أو دكان. صيفية وعمل هو عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج حتى العشرين، ويسرني لهذه الغاية أن أستضيف معي في الاستوديو المتخصصة في علم النفس التربوي الأستاذة زهراء صاحب. أهلا وسهلا فيك أستاذة زهراء، شرفتينا بحضورك ومشاركتنا في هذه الحلقة. أهلا وسهلا. بداية تعليق سريع على القصة قبل أن ندخل في محورنا. كتعليق بسيط، شكاوى الامهات بالصيفية فعلا بياخذوا بيربحوا النسبة الاعلى، لانه في سهر، في فيئة مؤخرة، في كسل، في لا انتاجية. حتى اذا بدها تطلب منهم شيء من دائرة الكسل هيدي، حتى الاشياء البسيطة ما بدهم يعملوها، اضف الى ذلك انه ما عم يستفيدوا بشيء. فهون الامهات كثير بيشكوا انه شو الحل، مثلا بعمر بعد ال10 سنين ما عادش في نوادي كثير ينتسب لها، انتسب زمان، زهق، مدارس ما في يمكن تقويه اكاديميه، الاولاد كثير بيتضرروا منها وايام بيزهقوا من ثاني يوم. صحيح. وغيرها، فهي فعلا حاجه ملحه وموضع ابتلاء. طيب، من هون وانطلاقا من موضوع حلقتنا صيفيه وعمل، برايك هل ممكن يكون، قبل ما تحكي عن اي تفاصيل، هل ممكن يكون عمل الطفل عنصر في جعله ينجذب الى بيئه جديده، يكون باب للخلاص لاله ولا اهله ام لا؟ ينجذب الى بيئه جديده هذه حتما ايه، لانه مجرد انك كسرتي له الروتين، انه راح على مكان عم يستكشف محيطه، عم يستكشف الادوات اللي عم يستخدمها، عم يتعامل مع وجوه جديده، وبالاضافه الى انه العمل حيدر عليه منافع كثير، يمكن تكون المنافع اجتماعيه، شخصيه، عاطفيه ببعض الاحيان، وكذلك قد تكون ماديه لما يتقاضى اجر معين. فاكيد عنصر الجذب موجود وبنقدر انه نحمس اولادنا على هيدا الشيء. حلو. طيب الى اي مدى اليوم مقبوله فكره اني انا خلي ابني يشتغل بالصيف، وخاصه انه نحن في عنا موقف من عماله الاطفال؟ قبل ما نحكي عن الفرق بيناتهم، قد ايه عم تحسيها عم تتنامى هذه الفكره اصلا مجتمعيا اليوم، وقد ايه صارت عم تحظى بمقبوليه؟ هلا التنامي بعتقد بعده على البدايه. على البدايه. على البدايه. نعم. ليه؟ لانه نحن تعودنا على مفهوم اسمه العماله، اللي هو مفهوم كثير سلبي، يلي هو بنقز، يعني. صحيح. الاهل ممكن ينقزوا انه شو بدي شغل ابني بدكانه الحي مثلا، انه بيعتبروها استغلال او غيره. انا هون بقول لا، خلينا مثل ما عم نتطور مهنيا واقتصاديا وتكنولوجيا، خلينا نشوف الباب من وجهه نظر جديده. قديش انا بستثمر ابني بالعمل خارج المنزل، وقد ايه بيستثمر قدراته. فرق انه يكون بالبيت ما عم يكتسب، ما عم ينمى، ما عم يتطور، هون نتائجها اصعب بكثير من نتائج انه شغله بمطرح. هلا اكيد خلال الحلقه حنفصل من المحاذير، وخلينا نتفق على شغله قبل ما نفوت بكل هالتفاصيل، انه في فرق حتى لغوي واصطلاحي بين مفهوم عمل الاطفال وعماله الاطفال. اكيد. طيب خلينا هيك نحكي شوي بشكل سريع لحتى نكون يمكن بينا الخيط الابيض من الخيط الاسود. صحيح. لحتى اذا بلشنا نحكي بشكل تفصيلي عن عمل الطفل في الصيف، انه نحن بعدنا كثير شبهات عماله الاطفال عنه. اكيد اكيد. نحن بنوضح للمشاهدين امر، نحن بعد قراءه الكثير من الدراسات، في دراسات تؤيد، في دراسات لا تؤيد تنفي، ولكن الدراسات الحديثه بتاكد على الاهميه. بس بدي اشرح شغله بسيطه، عمل الاطفال هو المفهوم الاوسع، اما عماله الاطفال فهي منبثقه من العمل، لديها حيثيات اخرى، لديها صوره تفصيليه سلبيه ولا بل مدمره، مثل الاستغلال، الاجبار والى اخره. وبالتالي عمل الاطفال هو مفهوم ايجابي ان حصل على جميع الشروط واستوفى الشروط الايجابيه، هو غير مؤذي، بالتالي ما فينا نخاف منه، يعني مش حننقز مثل لما نسمع عماله الاطفال يلي هي دغري بيخطر ببيننا الصوره يلي هي فيها استغلال للطفل، اجباره، تدميره عاطفيا، جسديا واجتماعيا. اكيد حتما عمل الاطفال مفهوم اوسع.
طيب، يعني لما نحكي عن العمل عند الطفل، تقريبا لما بقول انا عندي ولد بالصيفيه قاعد بالبيت وعم يشكو الامهات، وحضرتك اشرتي انه هذه شكوى كلنا عم نعاني منها تقريبا، من اي عمر انا ممكن يخطر ببالي انه هذا الولد فيني ابعته على سوق العمل؟ خليني اقول بلش باقرب شيء بدكانه الحي كما اشارت بالقصه. صحيح. يعني اللي هو امن شيء عم بحكي كبيئه او انا بعرف الشخص وصاحب الدكانه والى اخره. طبعا هودي من ضمن الشروط، من ضمن الشروط اللي حنحكي فيها بعدين بالزبط. ولكن العمر هو اول محطه قانونيه حتى. يعني قانونا العمل تحت سن 18 هو غير مسموح في اكثر الدول، يعني الشائع كذلك، ولكن بعد مرحله الطفوله المتاخره اللي هي بتمتد من 9 ل 11 سنه او من 8 ل 10، نحن هون صرنا قادرين نفكر انه ابننا صار ناشئه يلي هي مراهقين بما تسمى. تحت العشر سنين انا هون لا، عندي طفوله متوسطه وطفوله مبكره يلي هن بيمتدوا من الولاده حتى التسعه او عشر سنين. بهيدي المرحله العمريه ما دون العشر سنوات مش مسموح لي فكر بطريقه عمل انه والله انا بدي وظف ابني او بدي خليك تتسلم المسؤوليه، لانه هون فطره الولد كثير رايحه صوب اللهو واللعب والتعلم. فهون التعلم مشروط بنوادي صيفيه، بورش عمل لعمره بيتعلم فيها مهارات، رياضات معينه، هوايات وغيرها. اما بعد العشر سنين انا صرت بامان. لماذا؟ لانه انا صرت عم فوت على مرحله ما بعد الطفوله المتاخره، مرحله النشوء او المراهقه يلي الطفل فيها هو لازال طفل ولكن قطع مرحله. صحيح. الطفوله الفعليه هي متعارف عليه عالميا طفل، ولكن هو صار بيعتبر حاله شاب، فعنده استعداد نفسي عالي، عنده استعداد اجتماعي، جسده وبنيته تغيرت، صار عنده قابليه للانتاجيه، وبالتالي انا عم كون بالسليم. طبعا بنرجع بنقول اذا استوفى العمل شروط رح نحكي عنها خلال الحلقه. حلو كثير. إذا من بعد ما حكينا عن الأعمار، خلينا نتحدث كمان إذا بنت أو صبي. يعني دائما في خصوصية بمجتمعاتنا الشرقية لما يتعلق بالفتاة، ودائما التوصيات، مع العلم أنه اليوم بلشنا نشهد حالات مخيفة للصبي والفتاة. يعني صار بدنا نقلق على اثنين سوا، وهلا رح نحكي كمان عن الشروط بالتفصيل. ولكن لما بحكي عن عمل صبي، هل بكون عم بحكي من بعد عمر ال 11 سنة غير ما انه بنت 11 سنه تنزل تشتغل؟ هلا المنطق العقلاني على الاثنين بينطبق، يعني لما انا بدي اشوف عمل امن لابني بعد ال 11 سنه او لبنتي نفس الشيء، انا بدي اشوف مكان امن ما حيستغلوه فيه، ما حيتعبوه، ما حشغله، انا اصلا ما حقابل يروح ساعات كثير مستنزفه لقدراته. ولكن الفارق بين الصبي والبنت، اذا بدنا نرجع اصلا لمفهومنا الاسلامي، اكيد انا اذا عندي بنت بهالعمر 11 12 سنه، انا بعد ما اشوف اصلا مميزاتها وقدراتها، انا بدي اشوف هل في مكان في اختلاط كثير. مثلا انا اذا انا من بيئه محافظه ما بقبل بنتي تكون بمكان جسديا كثير مضيق عليها، او حتى معنويا ممكن أن تكون ضمن بيئة تخلو من الإناث. مثلا والله هي صبية 12 سنة ببيئة فيها لنقول 10 موظفين أو 10 عمال صبيان أو رجال، أكيد هون أنا بوصي طبعا انتبهوا أنه لفكرة قديش هي عم بتكون عم تختلط مع الفئة الأخرى أو بالنفس الفئة. أكيد في أمان أكثر شوي إذا فينا نقول إذا كانت مع فتيات من عمرها بمكان بيسمح أنه يكونوا على توافق وتواصل إيجابي داخل بيئة العمل، وهيدي ممكن تكون نادرة بس بنقدر نفتش. وكمان عم تربي اصدقاء، مش بس انه عم بتكون زماله عمل. ونحن بنعرف التباين بالاعمار، يعني لما بنحكي عن صديق، واليوم الاعمار الصغيره خاصه اللي بتبلش بالناشئه كما اشرتي استاذه زهراء، بيكون عندها ميل ترافق الاكبر. صحيح. الاكبر سنا، فهون يمكن كمان بتكمن هذه المخاطر. الى اي مدى يجب ان يلتفت الاهل اذا الى هذه النقطه ايضا؟ لما يكونوا الأهل كتير على تواصل مع بيئة العمل، يعني أصلاً في تحضير، في مرحلة حنذكر هلأ، في مرحلة ما قبل أصلاً فكرة العمل عند الولد، يعني أنا بدي أعمل تهيئة. بمرحلة التهيئة أنا كولية أمر أو كولي أمر لازم ينتبه للبيئة، يسأل مين في موظفين جوا. أنا بدي أعرف هل بنتي رح حطها أو ابني رح حطه، حتى الصبي يعني والله بعمر 12 13 سنه رح حطه بمكان كلهم عمرهم عشرينات وثلاثينات، طب قديش هو صالح انه يسمع حديثهم؟ ايام كثير ممكن ياذوه، فانا بدي اشوف، بدها تكون البيئه خليط،
في اولاد من عمره اكبر شوي متطوعين مثله، بدي انتبه انه قديش اعداد الناس اللي جوا. هلا ممكن هيدي يجوا الاهل يقولوا لنا انه هي صعبه شوي، بس انت لما بدك تاخذ قرار انك تفيد ابنك وتعليه وترفع له قدراته بهيدي الفرصه، انت بدك تكون مفتح عيونك 10 على 10. في شغله بس اخيره بدي اضيفها بموضوع البنت والصبي، بالنهايه اثنيناتهم مثل ما قلتي بنخاف عليهم، ولكن بدي الغي المفهوم الرجعي اللي بيقول انه الصبي هو اللي لازم يتحمل مسؤوليه البنت اخر مصيره مثلا تتزوج. لا، نحن عنا كتير اولويات لعمل الفتاه مثل تحمل المسؤوليه وغيره، فهون تنطبق على الاثنين سويا. يعني ما تقول انه لا انا ابني شاب بدي نزله على الارض يشتغل، بنتي لا خليها مدلله خليها تساعدني بشغل البيت. لا، قادره تخلي بنتك تشتغل وتستفيد وتنمي قدراتها وتتحمل مسؤوليه، فليكن كذلك مثلها مثل الصبي. حلو. طيب، في مثل يمكن دائما بنضربه عندما نتحدث عن المهن، يتحدث عن انه كل مهنه سواء شاقة أو غير شاقة وهي في خدمة الإنسان في سبيل الله في سبيل الجهاد تجاه العيال فهي جيدة. هذا المثل من نحن وصغار مثل ما أشرت نسمعه ليس من مهنة حقيرة، بل هناك أناس حقيرون. إذن كل مهنة طالما هي شريفة بيقدر الإنسان يشتغلها، ولكن هل ينطبق ذلك على الصغير؟ يعني أنا لما بدي أجي شغل ابني هل يصلح أي مهنة موجودة أنه قل له روح اقتحم هذا السوق واشتغل فيها بفترة الصيف، أم في شروط معينة لاختيار المهن؟ أكيد في شروط. هلأ بيمكن يجي حدا يقلنا مثلا أنا ابني بعرفه فالح بكل شيء، يعني بالعلاقات الاجتماعية بيقدر إنه إذا اشتغل بمكان في كتير تواصل مع الناس بيقدر يقطع جسديا أو فكريا بطريقة ذهنية مثلا على الحسابات على المحاسبة هالأشياء بيقدر يقطع. بس أنا بقول هون لا، بدنا ننتبه في أولاد مالتي تاسكرز، بس في أولاد لا بيقدروا يركزوا على شغلة ولا على شغلة بدنية مثلا، هن قوية بحمل أشياء معينة، هن قوية بتنظيم أشياء، هن قوية بحسابات. خلينا نركز على جانب واحد وندور على المهنة اللي ممكن تكون بتشبه ابننا شوي، مش ضروري كومبليتلي. يعني أنا ممكن إني أحطه بمهنة ما كتير بتشبهه بس بعرف إنها حتفيده، فأنا خليني خلي الطريق معبد. يعني أنا مش المهم والله شغلته، لا، ما يمكن في مهنة تأذيه، يمكن تكرهه بالمدرسة، يمكن تخليه مثلا يحس بالدونية والنقص لأنه كانت كتير في فرق بين قدراته والمهنة اللي حطيناه فيها. فلا، هون يجب أن ندرس ما هي المهنة التي بدنا يعني بدنا نحط ابننا فيها، وبالتالي هون بنكون عم نحميه لأنه نحن بدنا نحقق الهدف. نحن مش المهم يشتغل، نحن بدنا هدف من وراه. نعم نعم. طيب، البعض بيعتبر أنه ممكن أنا نوع له بالمهن، يعني لنقول الصيفية 3 أشهر هيدا الأسبوع خليته يشتغل بهيدا المكان، عرفته على تقنياته، عرفته على فريق العمل الموجود فيه، الأسبوع اللي بعده أخذته على مهنة تانية، وهكذا تنوع أنه اكتسب من كل شيء مثل ما بيقولوا من كل بستان زهرة. هل أنت مع ذلك ولا لا؟ أنه أنا أستفيد كدورة تدريبية بمهنة واحدة ويكون عن جد عم بلقط بعض التقنيات منها اللي ما بعرف ممكن بالمستقبل عن جد تفيده. شو رأيك بهيدا؟ هلا انا دائما عندي قانون اهل البيت عليهم السلام، لا افراط ولا تفريط. يعني انا اليوم مش رح اعجق عليه لابني، ليه؟ لانه انت تعدد الاحتمالات او تعدد الاوبشنز، يعني انا شو عندي، هاي وهاي وهاي خيارات. انا لما بدي احطه كل اسبوع بمهنه حيضيع، ما حيعرف يركز. اذا اكتسب بفرض لنقول يومين ثلاثه مهاره، جيت أنا اليومين تانيين طبقة، جيت بدي أقلبه على مهنة تانية المهارة اختلفت، هون ما عم خليه أنا يستثمر مظبوط. أنا مع أنه يا إما واحدة نركز عليها كتير منيح، يا إما أنا محمس كولي أمر مش غلط ركز على 2 أقسم مثلا شهر بشهر خلال فترة الصيف، أو خليك بوحدة بعدين أنا عندي السنة اللي بعدها. إذا كان بس بفترة الصيف أنا عندي الصيفية اللي بعدها، ليش بدي أحرق مراحل؟ خليني هالصيفية ركز له على مهنة يستمتع فيها ويستفيد منها ويتعلم منها، والمراحل اللي بعدها ممكن لاقي خيارات أخرى استفيد منها، بس لا أعجقها مرة واحدة. هلا إلا إذا في تعدد كبير للخيارات ممكن إني مش أكتر، أنا بوصي كنفسانية مش أكتر من 2، يعني ماكسيموم 3، عم نحكي عن 3 أشهر مش عن شهر ونص مثلا 3. يعني بده يكون في انتباه للمده والوقت الزمن اللي عم بقضيه. الا اذا كان يمكن احيانا الهدف منا اني فقط ان اعرف، يعني انه يكون رايح كيف هيك من باب الثقافه، يعني تضيع، مش بدي اقول تضيع وقت، انه تعبئه وقت، وايضا انه يتثقف حول هذه المهن ويتعرف كيف الرحاله على سبيل المثال اللي عم بيسافر كل مره. هلا ممكن تفيد كاكتشاف، عنصر اكتشاف. فينا نقول له فينا، بس بدنا هون انتبه، الولد اوقات اذكى مننا ولديه قابليه للمعرفه عاليه جدا. انا بقول له
انا رايحه انا وياك نستكشف المهن. ولا انا هون ساعتها بيكفيني 3 ايام مثلا يراقب نعمل سيرش انا وياه، شو استخدمت ادوات، شو لقيت اليوم، هيدي المهنه بشو بتفيد. هذا شيء كثير حلو، هذا بيصلح للفئات العمريه الاوليه يلي هي 10 11 11 12، اللي اعلى لا خليهم يركزوا بمطرح او بمطرح ثاني، خليهم ياخذوا بنفيتس اكثر ومنافع اكثر لحتى يستفيدوا بشكل احسن. طيب وفي مهن بتوصي انه ابدا كليا نبعد عنها، ما نخلي الولد بعمر حتى يمكن لما عم نحكي من 11 وطلوع كبدايه الناشئه او المراهقه نجنبهم اياها اصلا؟ هلا اكيد في وظائف، نحن ما حاب استعمل كلمه توظيف اليوم عشان ما تكون الصوره سلبيه حتى على برنامجنا، نحن مش هون لاستغلال الطفل. ولكن فكره انه يكون موجود ببعض المهن، ايه هون ضمن شروط البيئه المهنه، يعني انا هون كولية امر بدي انتبه في مكان بيأذي ابني جسديا، ان كان بالروائح بيولوجيا مثلا بمحل دهانات او عم بيروح يدهن مثلا باماكن فيها ادوات حاده، ابن 12 سنه حتى لو شاب ممكن اذا استعمل منشاره او ادوات قص الخشب او كان موجود يمكن يأذي حاله. انا هون بفضل انه خوفا على صحه الولد انا مش مضطر اني افقد صحه ابني مقابل انه بده يستفيد والله فكريا او اجتماعيا او ماديا غيره. في مهن خطره خليني ابعد عنها شوي، مثل الميكانيكي مثلا. هلا فيني انا اكون اذا على اتصال مع بيئه العمل بالذات ابني باي كورنر موجود، يعني باي زاويه بالمهنه، ولا انه بيناول اغراض او انه بيجيب اغراض او بيشرف على شيء، مش انه موجود بمحيط مفتوح وكل شيء حواليه ممكن يستخدم مكنه مئزيه يحمل اداه حاده. فانا هود بوصي عليهم لا، حفاظا على صحته خاصه بالفئه العمريه يلي هي بين 10 و13 سنه. طيب قد ايه مهم انه هو كمان يكون عم ينتقي المكان اللي بده يروح عليه؟ هلا في مطارح ما فيني اسميها مهنة كمهنة، يعني هلا حتى البائع ممكن يكون نوع، ولكن احيانا المهنة بتكون احترافيا يعني فيها شيء عمل، واحيانا بيكون فقط بائع، يعني باي محل ممكن يكون الشخص فيه بائع اذا عم نحكي بدكانة او يمكن بمحترف او بمكان ما. وزائد نقطة كمان مهمة انه مش كل المحلات يمكن تقبل معي انه والله انا جايبة ابني لحتى يشتغل، سواء عم نحكي هلا بعد شوي بنحكي الشق اذا له علاقة ماديا ولا لا، انه تطوعا من قبل الاهل انه انا مقدمة ابني يشتغل فقط صح. لأهداف معينة. إذن بحيطوا العديد من النقاط التي يجب أن تراعى. هون لازم أخذ رأي الولد بالمكان ونوع المهنة ولا لا، مطرح ما بيصح لنا نتمسك ونقول له يا ماما خذ التجربة وعبي وقتك. هلا ايام بتزبط معنا هيك وايام هيك، يعني ايام هلا بعتقد بمرحله الحوار ما قبل التمهيد، الحوار التمهيدي ما قبل استغلال فرصه الصيف للعمل والانتاجيه، هي مرحله حوار لنستكشف ابننا شو بحب. يمكن نحن قد ما نكون بنعرفه على الارض الواقع يمكن يقول لك انا اكره علي مثلا نكون بتعاونيه او بسوبر ماركت او ما بحب المهن اللي فيها جهد وفيها بشوب وبعرق مثل انه عمار او اي شيء. هون انا بالحوار بعرف توجهات ابني، ضيف عليها قدراته، يعني انا بدي ناقش بقدراته. يمكن يقول لي انا حبيب قلبي روح مثلا بمطرح فيه اشغال شاقه بس انت بنيتك كثير ضعيفه، انت يمكن ما بتتحمل دغري بتدوخ دغري، يمكن في امراض كمان بدي انتبه لصحته قد ايه هو عنده امراض مزمنه، لا في مطارح ما بيقدر يتنفس فيها، في اماكن مغلقه ما بتريحه بتخليه يتوتر. هون انا مهم اني ساعده، ما اترك الخيار مفتوح كليا لإله، كون انا وياه عم نبني سوا او عم ناخذ خيار سوا، بسمعه وبيسمع لي وبنتفق على مطارح مشتركة. اني حطه وين من كان خلافا لرغبته هيدي خطرة شوي، ليه؟ لأن بكون في إجبارهم بتصير عمالة وبطل عمل. بدي انتبه لهيدي الشغلة كمان. طيب وهم بما أنه أتينا على سيرة المكان، خلينا نحكي شوي عن الشروط يمكن التي تتعلق بسلامة المكان. يعني أحيانا نحن بنعرف في أماكن بتكون في كذا طابق تحت الأرض، يعني أماكن مثل المستودعات أو ما شابه ذلك، أو هو المكان بيكون في كذا طابق. هل بتنصح أنه نتجنب الأماكن الموغلة اللي ممكن قد يتعرض الطفل فيها لا سمح الله لأي نوع من الأذية الجسدية وتكون بعيد عن أهله أو العيون أو عن الأرض؟ نعم ولا لا، بمجرد ما أنا كان في أمان لصاحب العمل أنه اقتحم المجهول وأخاطر بهذه النقطة؟ بعض الخيارات بتحتم علينا أنه مش نختار، بتحتم علينا أنه نقبل، بس أنا بقول لهم للأهل لا انتبهوا كتير منيح. يعني أنا اليوم أنا لما نسق مع صاحب المحل أو المسؤول عن العمل، التنسيق بده يكون مع مراقبة. يعني مثلا أنا بمطرح فيه مستودع والله لنقول تعاونية فيه تحت الأرض طابق أرضي سفلي تحت ما سفلي، أنا بدي أشوف فيه كاميرات مثلا، طب ابني شو طبيعة عمله؟ حينزل ويطلع كتير
هل حيبقى لوقت مؤخر يكونوا فلوا الموظفين مثلا بقي هو لوحده؟ أكيد أنا مع الانتباه الشديد، لأنه أنا اليوم ما بضمن أنه ممكن يدوخ مثلا ما حدا يحس عليه، يمكن يتعرض لأذية جسدية لتحرش، ممكن يكون تحرش كلامي مثل نوع من أنواع التهكم أو التنمر. فأنا بدي انتبه، هل ابني عم يشتغل بمكان عيون الكبار اللي أنا حاطيته عندهم بحكم أنه هني مسؤولين، أشخاص مسؤولين ولهم دورهم، هل ابني عم بيكون معظم الوقت أمام مناظرهم أو بطريقة ما، ولا لا أنا ابني بيروح بينتسى وين موجود؟ فلا، أنا هيدا الأمور أكيد لازم أكون عم بنتبه لها، المكان، التهوئة، العنصر الصحي، قدي مثلاً ولا بيأكلوا بوقت معين، ولا بيبقى بلا أكل، ولا ما لحقوا فبيرجع بلا أكل الظهر، هون أنت عم جسمه عم يتأثر، صحيح صحته عم تأثر أصلاً، عم بتنفري عم بتنفري يعني رح يوصل لمرة رح يقلك أنا والله مش ناش وقت نتروق، ما في بريك. فأنا بدي انتبه، الأمور كلها أكيد بدي يكون عم ركز عليها. وضمن الشروط أهم شيء أن تتوافق مع قدراته الأكاديمية والنفسية والاجتماعية. يعني يمكن تجي أم تقلي أنا بدي حط ابني بمطرح فيه تواصل لأنه هو ضعيف بالتواصل، أنا بدي أشوف أوكي ضعيف بالتواصل بس بيتقبل يخوض تجربة جديدة ولا بتصيبه بانيك مثلا، بيعمل ردة فعل سلبية فبطل بيحلف على الشغل. هل قدراته التعليمية بتسمح؟ يعني أنا ما في حط طفل صعوبات تعلمية أو عنده مشكلة بالحسابات وبالرياضيات حطه محاسب أو بيساعد محاسب أو على كاشير. يعني أنا اليوم ما بدي أحسس ابني بهاي الفرصة أنه أنت عندك نقص، بالعكس أنا بدي أخليه يقوي هيدا النقص. فأنا ضمن الشروط بدي يكون في توافق مع قدراته الأكاديمية، بدي يكون محمس لأنه ما بدي ينفر وبالتالي يكره يحلف على الشغل ويصير اتكالي أكتر. بدي انتبه لسلسلة الأمن والأمان يلي هو عم ياخدها، ولا ساعات العمل يلي هي قديش عم بقضي وقت وقدي عم بيكون عنده فترات راحة كمان، لأنه ما بدي أعمل إجهاد وبالتالي بتصير عمالة بتبطل عمل. حلو كتير. طيب لحتى نحكي أكتر يمكن عن نوع الأهل اللي بيرغب أكثر باتخاذ خطوة خروج الطفل للعمل الصيفي، رح نعطي ثلاث أنواع ونشوف حضرتك كيف بترتبيهم بفقرة بالترتيب، بين واحد مين بتعطيه رقم واحد، مين اثنين، ومين ثلاثة. خلينا نروح معك ومع المشاهدين والمستمعين إلى فقرة بالترتيب. اذا مثل ما قلنا استاذه زهراء انه هيدي الخطوه عم تبلش تتنامى، يعني ثقافه عمل الطفل بالصيف بلشنا عم نشهدها كظاهره وان شاء الله تتطور بشكل ايجابي، ولكن الاهل اللي عم بيسعوا لهذه الخطوه كيف بترتبيهم وفقا لثلاث حالات المبعثره اللي راح اعطيك اياها؟ اهل يعانون مع طفل متعب جدا وقضاء الوقت بالبيت متلف لاعصاب الام فبياخذوا هذا القرار انه خلينا نروح نلاقي له شغله. الاهل الواعون والذين يدركون ابعاد منافع انخراط الطفل بالعمل صيفا. الاهل المتحمسون والذين يحبون خوض التجارب مع ابنائهم. والله فكره عم يحكوا انه في فكره مثل هلا ببرنامج ليش ما بنجرب؟ كيف انت بتشوفي وفقا لمتابعاتك مين بتعطيه رقم واحد، مين اثنين، ومين ثلاثه؟ هلا بالنهاية هيدا رأي شخصي، يمكن يجي نعم رأي شخصي يمكن حدا يخالفنا الرأي، ولكن أنا عم وفقا لرؤاك ومتابعاتك أكيد. عم بتشوفي أكيد حالات يعني بعد ما تشوفي سيكولوجية الأهل خلينا نقول أنا بلاقي إنه الأهل المعون رقم واحد. ليه؟ لأنه يعني هم الأكثر انتفاعا ونفعا، يعني هني عارفين مخططين، يعني هي الحلقة مش جديدة عليهم، فهني عارفين انه انا شو الايجابيات شو السلبيات شو المحاذير شو الشروط، عندهم ثقافة، قادرين يعملوا حوار بناء، قادرين يغيروا خيارات للولد، قادرين يساعدوه، لا بل رح يعطوه شغل كتير كبير لابنهم. يعني انا بتخيل الاهل الواعيين عن جد بيقدروا يستثمروا، فهن الاولوية لهم. ليه؟ لانه عن جد حيحققوا نتائج كتير كبيرة مع ابنهم بهيدي الفرصة. بالوسط بحط الاهل يلي عم بيعانوا. ليه؟ لانه اللي عم بيعاني ما في يحط رقم واحد. ليه؟ لانه اذا عانى مع ابنه بالبيت يمكن يعاني مع ابنه بالشغل، وبالتالي رح يحرق هاي الفرصه، لا بل رح يتذمر منه ويمكن يشطبه. فهو ممكن يكون مثلا هو الاهل يلي هن سريعوا الانفعال، يمكن الاهل اللي ابنهم اصلا عندهم تحديات معه بطباعه بشخصيته، فيمكن يحرقوا مراحل، وبالتالي هون بنخليهم بالوسط. اما رقم ثلاثه فهن المتحمسون، لانه المتحمسون يمكن هن يلاقوها والله شيء رائج، فبالنسبة لي والله هي جارتي لنقول شغلت ابنها بدي شغل ابني، فهي يمكن ما تنسق هيدا الام او هيدا الباي، يمكن يتحمس يكون امبالسيف مندفع، فبطريقة يمكن يحط ابنه بحيالله مطرح شغل يأذيه،
فالمتحمسون بنخاف شوي من تحمسهم الأوقات ممكن يكون سلبي وبالتالي هن آخر ناس على الإقدام على هيدا الفكرة. طيب حضرتك أشرتي أنه الأولاد اللي عم بيعانوا معهم الأهل بالبيت كمان قد يكون العمل في معاناة بالضبط، يعني هن إذا بعتينهم كرمال أنه يخففوا ضغط من البيت ويخففوا ضغط عن الولد، لأنه أحيانا نحن بنعرف الفراغ قديه ممكن كمان يكون عنصر مساعد لأنه الولد يضل منفعل وعطول معصب عطول بيقول زهقان مش عارف شو بدي أعمل. طيب هون هلأ هيدا الكلمة قد تنقز بعض الأهل اللي عم بيعانوا من هيدا المشكلة، أنه والله طيب يعني حتى إذا أخذناه على الشغل بحكم التجربة وبحكم اختصاص الأخت زهراء عم بتقول أنه كمان ممكن يعانوا، شو ممكن نعمل مع هول الاولاد اللي هن عن جد اليوم مشكله المشاكل؟ هلا نحن رح نحكي بعد شوي كمان اكثر عن الاطفال اللي عندهم صعوبات لانه لهم يمكن انتر بارونتيز خصوصيه اكثر من غيرهم، ولكن بشكل عام في عنا اولاد متعبين جدا وهن هول اللي كمان يمكن كثير من الاهل بجربوا انهم يفتشوا لهم عن بدائل. شو ممكن هول يكون في عنا هيك خلطه سحريه سريه هيك نشيعها على الهواء اليوم لحتى نفش قلب الامه؟ هلا اكيد نحن دائما بالاختصاص بنقول نحن مش ماجيك ستيك، يعني نحن مش عصا سحريه للاسف، ولكن انا اكيد بجواب السابق انا حطيتهم بالوسط، يعني نحن لا ننفي انه هن ضروري يكون عم يشركوا اولادهم بهيدا الامر، وبنفس الوقت في ضروره ملحه اكيد حتما في ضروره. هلا هون نحن بنقول للاهل هول ما تنقذوا، يعني يمكن ابنكم يعطي نتيجه كثير ايجابيه بالعمل مثل ما نحن بدنا ومثل ما انتم بدكم، ويمكن ما يصبر وما يتحمل ويطلع لكم بمشاكل جديده بالعمل. هون عندي قانون البدائل، يعني انا دائما بنقول للاهل مثل ما انتم بتعيشوا كل حياتكم مع ابنكم من الولاده حتى الموت نفس الشيء بمراحل حياته، انتم على طول مساندين دائما مستعدين تسمعوا مشاكله، لازم تكونوا متفهمين لحاجاته، وبالتالي خليني اجرب ما ارتاح باول عمل. هون نظريه تغيير المهن مهمه لهون لنوع هول الاولاد، ليه؟ لانه لنقول اشتكى من اول عمل بس بشرط انا اتفق معه، اقعد اعمل ورقه وقلم انت من شو عم تشتكي، هل الشكوى اللي لك هي سوري على الكلمه بين قوسين دلع إن والله هو دلال ولا عم بيشغلوني عم بتعبوني ولا لا عن جد عم يأذيك صاحب العمل مثلا عم يستغلك فعم بيسمعك كلام قاسي او عم بعيط او غيره. فانا بدي اسمع له لهيدا الولد الصعب فعلا انا شوف شو يعني من شو عم يشكي، يمكن عم يشكي من امور هي فعلا حقيقه انا بقدر اني ساعده وبالتالي هون عم بشتغل على شخصيته الصعبه وعم عالجه عبر العمل، او انه هو لا لانه مدلل ولانه صعب عم يشتكي فانا عم خليه يتحمل مسؤوليه اكثر، عم ساعده لانه يشوف الامور بمنظار اخر. ما هي اول تعريف للعمل خارج المنزل انه هو بنمي روح المسؤوليه. فانا بدي اعمل هلا رح نحكي مسؤول عن فوائده اكيد النفسيه، فهون هي فرصه كثير ذهبيه لهود الاهل لانه ولكن بهيدي الحاله طبعا رح اخذ الجواب من بعد ما نتوقف مع فاصل. بهيدي الحاله بحال انا غيرت له وكان هو نوع من الدلع لانه هو بالبيت مدلل حاله وين ما كان وبده ينكد هون او هون، اذا انا غيرت له هل انا عم كون عم بنساق لرغباته وشو بدي اعمل بهيدي الحاله؟ لانه بالاخير كمان ما فيني اجبره. رح اخذ منك الاجابه ولكن اسمحي لنا نتوقف مع حضرتك والمشاهدين والمستمعين ومع فاصل ثم نعود لمتابعه الحلقه ان شاء الله. كل التحية لكم من جديد مشاهدينا ومستمعينا، نواصل معكم حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج حتى العشرين والتي تحمل عنوان صيفية عمل حول عمل الأطفال وليس عمالة الأطفال مع ضيفتي المتخصصة في علم النفس التربوي الأستاذة زهراء صاحب النجديد. أهلا وسهلا فيك يا أستاذة زهراء. إذا قبل ما نفوت بنقاط أخرى خلينا نستكمل ما كنا قد توقفنا عنده قبل الفاصل بالحديث عن الطفل اللي قلنا هو أصلا متعب بالبيت وممكن يستغل هذا التعب أو ينقل هذا التعب للشغل ويتحول الأم عندها مصدرين للتعب، يصير بشغله وبالبيت وممكن يضغط نتيجة هذه السلوكيات أنه غيروا للشغل وممكن فعلا الأهل يرضخوا يغيروا أول مرة وتاني مرة وتكرر الصبحة، هون ماذا تنصحين بهذه الحالة؟ لأكيد أني استمع لشكوى بده يكون استماعي يعني أكيد إصغائي بده يكون رقابي، يعني أنا بدي راقب اللي عم يشكي منهم ابني قديش هن فعلا بيضايقوه والله هن يعني ناتجين عن هيدي الحالة الدلال أو التعود السلبي على الراحة وغيره. أنا هون بشتغل معه بنائيا بطريقة بنيوية، يعني خلينا نجرب مثلا نكمل هون نحسن، يعني والله هو عم ينزعج لنقول من الوقت
فيني غير الوقت، ما بالنهاية أنا شبه تطوعي، رح نحكي عن تطوعي. هلأ رح نحكي. أنا مني بوظيفة دائمة، رح أنا أعطى الهم مثلا آخر شهر قديش رح يعطوني مصاري. أنت كأنك عم تتسلى، أنت عم تستكشف. أنا لما فتح ذهن ابني هيدا على نقاط جديدة، هو يعني مراحل جديدة أو خلينا نقول تجارب جديدة ما عاش قبل، أنا عم نمي حس الاستكشاف عنده. والطفل بهيدي المرحلة كتير عنده توجه نفسي نحو إثبات الذات، لأنه المراهق نحن بنعرف أنه هو بيعتبر حاله صار كيان منفصل، بطل طفل صغير. فهو بالعكس أنا ححمس جواته هيدا الشعور، وبالتالي حساعده يتخطى المراحل الصعبة. جربنا ما مش الحال، بنتقل تحت يعني خلينا نقول معايير معينة، انه انا مثلا مش اول يوم مع شاب وبنقله تاني يوم على شغل جديد. لا خليني اصبر لنقول فترة اسبوع، الاسبوع ممكن مده 10 ايام، يعني تلت الشهر، ممكن استفيد من 5 ايام زيادة بيصيروا نص شهر، بقدر ساعتها غير له الوظيفة او المكان اللي هو فيها. هون بحسسه انه انا مهتم، بس بشرط اهتمامي هيدا بدي اشوف نتيجه ايجابيه لإله، بدي اشوفك مبسوط بالمطرح الجديد، بدي اشوفك عم تتحسن، خلصنا من مطرح انت ما حابه، رح فوت على مطرح احسن جديد نستكشفه كمان، وبالتالي هون بكون عم بثروح الحماس عنده والاستكشاف والاستفاده، ورح شخصيته تصير طوعي يدي اكثر. انا بالنهايه مش عم بتحكم فيه، بس انا عم نشقه، عم ربيه بطريقه تربويه بنائيه. طيب هون التنسيق ما بين الأهل والطفل قبل اختيار العمل أو المكان أستاذة زهراء، وانطلاقا من أنه هو حتى عنده هذا الاستعداد سبحان الله بتركيبة شخصيته بهذه المرحلة العمرية، وأنه الأهل لازم يستثمروا هذه النقطة، كيف لازم يتم التمهيد أنه ولد خلصت مدرسته؟ وطبعا نحن عندنا جيل بنسميه جيل الكسل بكل أسف، يعني والرغبة إلى الركون إلى الراحة، نحن صيف يعني عم نحكي شوب، عم نحكي تعرق، رغبة للنوم وتعويض شتوية كاملة من الاستيقاظ المبكر، بده يعوضهم كلهم هول، بده ينام تحت المكيف للظهر. فأنا بدي أجي أقول له أنه يا ماما أو يا بابا بدنا نحن نروح على شغل، بدنا نستلم شغل، هل من السهل سلخه من بيئة الراحة إلى بيئة العمل انطلاقا من أنه هو عنده رغبة الاستكشاف والاستعداد لخوض التجارب، ولا لا اليوم وفقا للجيل الحالي جيل الايباد والتليفونات هو صعب؟ هلا اكيد لا يخلو الامر من الصعوبات، بس نحن ما بنقول انها مستحيله. ليش؟ لانه نحن اذا التزمنا بالشروط البناءه نحن عم نعطيه فتره راحه بعد المدرسه، يعني بتعرف انت المدرسه بتنتهي بفتره امتحانات وسهر وغيرها خاصه بهالفئه العمريه، انا بعطيه فتره راحه، مش حاجي اقول له من الغلط يلي انا كثير اكيد باكد عليه ما يعملوه الاهل، مش خلص امبارح المدرسه والله بعد 3 ايام عندك وظيفة بنكون منسقينا من قبل. لا، بدي تكون المرحلة الفترة الراحة أقل شيء لا تقل عن أسبوعين أو 21 يوم يعني شهر إلا شوي مثلا، بس يرتاح بهالفترة وقبل بنكون نحن عم ننسق نحن وياه. صعب الموضوع أكيد صعب، بس لما بث الحماس مثل ما ذكرت فيه، لما أغري بشغلات، بأحد الدراسات ريتا من كم يوم أحد الدكاترة بعالمنا العربي النفسيين بيقول ممنوع تعطي ابنك ثواب وعقاب. تخيل نصف نظرية الثواب والعقاب، قالوا له شو القصة؟ طب شو قال لهم؟ مش الثواب، خلينا نسميه المكافأة المعنوية. انت ما تعطي ابنك والله انت ليك اذا رحت اشتغلت رح يطلع لك اخر الشهر $100 مثلا او $50 او غيره، او رح يعطوك اشياء معينة، خليني بث فيه المكافأة المعنوية، اغري فيها. شو يعني انت تتحمل مسؤولية وتكون اخر الصيفية جربت مهنة رفقاتك ما جربوها، او تفوت على المدرسه تسالك المعلمه شو عملتوا بالصيف، تقول والله انا استلمت شغلي بمطرح، او سلموني، او اكتسبت مهاره بمكان بعمل 1 2 3. هيدي المكافاه المعنويه تفوق اي بدل مادي او انتاجيه ماديه معينه الولد من خلالها رح يتحمس. هون الفايقه عن المكيف مثلا، طب انت لما اعطيتيه رياحه جمعتين انتشى بهيدي صابوا هيدي نشوة الارتخاء والكسل. صحيح. بعد منا أنا هون واجب إني أسحبه منا. ليه؟ لأنه لما تمد أكتر من 15 و20 يوم وشهر أنت بتعاني كتير ليرجع يفوت على مدرسته. صحيح. بتعاني أول شهر، بتلاقي المعلمة بتعمل جهد لتذكرهم بالإشياء اللي أخدوها السنة الماضية، لتذكرهم لتفيقهم بالصف، لتفيقهم بالصف والأم لتفيقهم على المدرسة. وبالتالي قديه سهل لما يفوتوا بأيلول وبتشرين على المدرسة بعد ما يكونوا هن صار لهم شهر ونص أو شهرين عم يشتغلوا أو عم يعملوا دورات تدريبية أو عمل تطوعي. أكيد في فلكسبيليتي ومرونة ذهنية واجتماعية وجسدية كتير عالية. حلو كتير. طيب كمان مثل ما بلشنا من بعد أسبوعين أو 3 أسابيع من بعد العطلة، هل تنصحين كمان أنه قبل آخر أسبوع
أني كمان وقف له هذا العمل حتى كمان يستثمر آخر أسبوع، ولا لا خلي شو وين المشكلة إذا ضل حتى قبل بثلاث أيام عم بيتابع عمله؟ شو بتفضلي هون؟ أحسنتي، أكيد أنا بفضل الراحة ما قبل والراحة ما بعد، لأنه أنا هون بالنهاية هو طفل. نحن بنقول أنه بقانون المراهقة عالميا مدوها هلأ لل 24، تخيل بالدراسات الحديثة وبعد يعني رح تزيد على ما يبدو. للأسف بهالزمن اللي حضرتك تفضلتي وقلتي أنه زمن الكسل والاعتمادية للأسف السلبية، أنا هون مع أنه يرتاح قبل بجمعتين يرتاح بعدها بجمعتين، أو بتشوفي أنت قدرات ابنك، شفتيه محمس وكتير مبسوط بالشغل، جمعة بتكفي 10 أيام بكفوا، هول 10 أيام خليه يرتخي يرجع للنومة شوي، يحس حاله ولا قاعد مبسوط بالبيت مع أمه، ما حدا فارض عليه شروط. ليه؟ في آثار سلبية أني أنا دغري يعني خلي ملتصق العمل مع المدرسة، هون ما عطيتيه تنفس، فوتي رجعتي على جو المدرسة، يمكن يكون منتشي بإيجابيات العمل فيفوت على المدرسة يكون عنده نفور من الدراسة، وهون منخاف أنه العمل يعمل آثار سلبية هي اعتمادية على التوظيف وترك الدراسة، خاصة إذا كان في صعوبات تعليمية رح نحكي. نعم رح نحكي، وكمان رح نحكي عن المردود المادي وبين إيجابياته وسلبياته، هل لازم نحن نوظفه بناء على بدل المادة ولا لا؟ بس خلينا ناخذ تجربة كتير مهمة مع مديرة المركز التخصصي للاستشارات الأستاذة هبة سبيت اللي صارت معنا عبر سكايب. السلام عليكم أستاذة هبة. بركاته، السلام عليكم أستاذ سناء، لك ولضيفتك. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا فيك أستاذة هبة. الملفت أنه حضرتك من أكثر من 3 أسابيع يمكن تقريبا نزلت أكثر من بوست على الفيسبوك لعمل ابنك على الرضا الله يحميه ويخلي لك اياه، وقلت انه بلش بده يشتغل بمهنه الميكانيسيان يمكن حسب ما اذكر، صحيح؟ نعم، انه رح يتعلم بعض التقنيات اللي طبعا تنسجم مع قدراته الجسديه والعمريه، ومن بعد لما تواصلت معك قلت لي انك عم تحاولي تعممي الفكره ايضا، فخلينا نتعرف منك على هذه التجربه. قد ايه له هلا حاليا على الرضا عم يشتغل تقريبا، وشو النتائج اللي توصلتي لها من بعد إطلاق هذه الفكرة؟ بداية موضوع صيفية عمل هو العنوان كتير ملفت مثل ما تعودنا عليك، يعني ما شايفتي مشروحة فيك أستاذة سناء باختيار المواضيع اللي هي عن جد حاجة متجددة. البوست نزل من 3 أسابيع صح، بس الفكرة كانت محضرة من قبل. أنا هحاول بالمداخلة اختصر كتير لكون عم ضوع أكثر من نقطة حاب بكون عم بطرحها عبر منبركم. هأحكي بشأن الشيء اللي متعلق بتجربتي مع علي رضا، تجربتي كأم، والشيء الثاني المتعلق بقسم قسم تنمية المهارات بالمركز واللي هي هوب أكاديمي، واللي غالبا بكون برامج مبنية على دراسة حاجات، خاصة دراسة الاحتياجات اللي بنعمله خلال السنة، بناء عليها عم نبتكر برامج جديدة لنكون عم نحاكي شو حاجات الأولاد بمختلف المراحل العمرية. نعم. وبكون دائما التجربة على الرضا غالبا يعني. فالبوست هو نزل من بعد تجربة سابقة، يعني بلشنا مع علي، بلشت والعمل كان بالصيف ولكن التحضير له، فدغري هون شوي حفوت كنت عم تابع الحلقة من الأول معكم حتى ما كرر الأمور تذكرت، مشكورين مرقتوا عليها. بس لأنه أحيانا في بعض المواضيع لما بتتحول بنضوا عليها منصير كأهل منلحق أنه نجربها، فأنا دغري بدي فوت ببعض المحاذير أنه هي ما بتكون كن فيكون، هيدي بدها تحضير مسبق للطفل ولألي كأهل ولأختار المكان. التجربة باختصار كيف صارت مع رضا، على يعني قبل أشهر من نهاية العام الدراسي كنت عم حضر الفكرة عنده نفسيا، أنه يعني بالنسبة له مش مألوف ولد عمره راح يصير 11 سنة أنه يكون عم يشتغل بالصيف، لأنه بكون حاطت البلان أي مسبح بده يروح وشو بده يعمل ظاهرات وبده يروح ورفقاته، مش حاطت بباله أنه أنا بدي يكون في أوقات للعمل. فكانت التهيئة النفسية له أنه نحن ليه منشتغل، أو شو الهدف من أني أنا أتعلم مصلحة، أكثر هيدا العنوان كان أني أتعلم مصلحة. أو حتى مساعدته على، كانت بالمرحلة الثانية مساعدته أنه يلاقي أجوبة يجاوبها إذا انطرح عليه السؤال من قبل أقرانه. يعني كان متوقع يتعرض علي لضغط رفاق أنه أنت بتشتغل، أنت هيدا الكلام، أو حدا من معارفه أو اللي بيعرفهم ينطق على المحل، كمان شو الإجابات اللي ممكن يكون هو عم بجاوبها. صحيح، وحتى ما يصير في الخلط بين عمالة الطفل وعمل الطفل، مثل ما كنا عم نركز ببداية الحلقة، إنه أنت ليه على الرضا عم تشتغل؟ هل أنت بحاجة؟ هل الماما بحاجة لتساعدها؟ نعم
صحيح صحيح. هون شوي انا كمان هلا بنهايه الحديث حقلكم من بعض الاشياء يمكن تساعد الاهل، شو هي الهواجس اللي بتكون ببال الطفل، يعني على رضا طفل معبر، فقدرت اخذ منه شو هي الهواجس اللي بتكون ببال الطفل لما بده يقدم على هذه الخطوه، اللي احيانا هي بتحد الحماس والدافعيه. فكانت من الاجابات الطبيعيه انه نحن عم نكتسب مهاره، وكل صيفيه حنتعلم مهاره لتكون انت شخص مستقل، تعرف اذا سيارتك خربت تصلحها، السنة اللي جاية حتتعلم مدهان ببيتك، إذا في شيء بده ركوش أنت تعمله، يعني ليكون أنت مستقل ببعض المهارات البيزك الأساسية. أنت ما عم تتعلمها مصلحة عمل من هلا عم تقرر شو هو عملك، إنما هيدي عم تتعلمها مثل ما بتتعلم كمبيوتر وموسيقى، وهيدي مهارات إضافية حياتية كمان عم تتعلمها. وعلى هذا الأساس كان لابد بالمرافقة مع عمل علي رضا انه يكون في جو بث، جو عام هو لساعده كمان لانشر الفكره ولساعده يكون موجود، وفعلا انتشرت بدت بالمحيط انه كل حدا عم بيشوف وين. هلا بدي اكون كمان انا شفافه معكم، دائما بالقرى، يعني انا بنقلت ببيروت لجنوب، اسهل على الاهل اختيار المكان، يعني لانه هاي النقطه الثانيه والاصعب، انه انا اوكي نحن مقتنعين بالفكره ولكن وين المكان؟ لأنه هذه الثقافة مش منتشرة بلبنان، يعني اليوم أنا ما بيجي بقول صحيح. إنه بدي بنزل ابني على مكان بكون صاحب العمل عارف شو مطلوب منه أو شو متوقع منه. فاختيار المكان هذه كانت المسؤولية أكبر. هلا هو جارنا 5 سنين بوجه المحل بوجه المركز، فأنا يعني بعرف مين الناس اللي بيجوا لعنده، مين الشغيلة اللي بيشتغلوا معه، مين هو الشخص، مين عائلته، فكنت مأمنة على المكان. ما بس ما بخفي عليك، اول نهارين انا كنت مداومه على البرمده، يعني ما داومه مداومه يعني على الرضا، كنت مداومه على البرمده، يعني بالظاهر قلبي قوي بس اكيد من كان دون ما جوا يحس اكيد عليك، استعان. اكيد من دون ما يحس انه انت عم طبعا بتراقبيه. نعم. ابدا طلع على الرضا قلت له اه خلص الوقت وهيك وكيف كان، بدون ما يشعر بالضعف، لانه بالنهايه هو قد ما كان متحمس حفوت دغري شو الهواجس اللي كانت عنده. من الامور اللي طرحها علي بالرغم من كل حماسه انه انا بركي خلطت بشي شغله، بركي انا عم صلح شي خربته، بركي اكلت عيطه، بركي قالوا لي شي، لانه هو كان شايفه عمل، يعني هو كان عم يعني عم يتحكى انه هو هذا عمل، فهو شايف حاله انه بعده منه مؤهل ليقوم بهذا العمل، لكن عنده كل هيدا التساؤلات بالهواجس. هون دغري بدي اربطها مع الاهل انه قد يكون نحن محضرينه للولد انه هو حيتعرض لكثير مواقف، لسوء تفاهم مع شغيل، مع صاحب العمل، رب العمل، واسلوبه بالكلام، لانه يعني يختلف عن اسلوبه، يختلف عن اسلوب المعلم التربوي، يختلف عن اسلوب، هو اسلوب مختلف، عم بشوف صوره ثانيه من المسؤوليه ومن السلطه، هذا وجه اخر، كيف بتعامل معه؟ شو الحدود المسموح والممنوع؟ ولازم ترافق مع الحديث الدائم مع الطفل، يعني اجى انا بدي اعمل له تفريغ لما حصل اليوم، لانه اذا كان شيء مش مزبوط عم بصير او مواقف ما عم يعرف يتصرف فيها، كون داعمه كمان له، لانه انا عم حطه بمرحله اختبار. هذا على صعيد التجربه مع علي الرضا. لهيك كانت برفقه للبرامج بالمركز، نحن بالانديه الصيفيه، لان بعمر معين بيكون صعب التزام الطفل او المراهق بنادي بدوام كامل، فكان المحفز لهم انهم بيجربوا مهن مختلفه. هلا تختلف عن الشيء اللي عم بحكي مع علي رضا، بالاكاديميه نحن بنعتمد اسبوعيا بجربوا مهنه، بجربوا مهنه بمارسوها على سواء الفتيان او الفتيات، وهيدي كثير عم بيطلع يعني حماس، وهيدي بتسهل يمكن لاحقا انه هن يتقبلوا وينزلوا ويمارسوا العمل على الارض. هلا في اسئله ثانيه او بستطرد او لا، حابين يعني نحكي هو بنقطه انا محدده؟ كنت سعيده جدا بانه تعرفنا على هذه التجربة ونتائجها معك ومع ابنك علي الرضا، وحتى مع المركز بشكل سريع أستاذة هبة، وإن شاء الله تكون هيك يعني فعلا كل التفاصيل تكون ناجحة حتى آخر الصيف. نعم، حابة تضيف شيء بس بشكل شكرا. سريع؟ نعم، عشان الوقت. تفضل. أنا بدي أحكي بس، بدي أختم بثلاث لاقات، يعني انا تفضل. دائما خوفي بس نطرح موضوع لا يؤخذ الى الاخر الى الاخر، يعني نعم. في 3 لقاءات حاولت اجيبهم بهذه الطريقه، يعني الاهل يلتفتوا 3 اشياء ما لازم تكون اذا انا عم بينزل ابني على سوق العمل، وهون عم بحكي ضمن اطار التدريب، يعني ان ما يتحول هذا العمل لعقاب او تهديد، بمعنى انه يصير يقول اذا ما بتجيب نتائج اخر السنه بنزلتك على الشغل، اذا ما بتسمع كلام ماما بالبيت او عم ضلك نام لوقت مأخر من بكره لنزلك على الشغل، يعني ان لا يتحول اساسا لموضوع سلبي. ثاني لا، انه ما يكون بالدرجه الاولى ماده،
بمعنى انه انا نازل فقط لاجل الكسب المادي، لانه هذه مسؤوليه اكبر من الطفل. هيدي المسؤوليه قد ايه عم طلع في الشهر وكيف بدي ادفع، ومن بعدين هيدي مسؤوليه اكبر من الطفل، وحتى يعني بتعمل خلل بالسلم القيم عنده. ما بدي استطردهم، بس كمان ان لا يكون ولكن لا يمانع. يعني انا مثلا نعم. عالي رضا ضمنا، هلا ما بدي احكي كمان انه حيشوف في الحلقه في تفاصيل متفقه انا وياه انا وصاحب العمل عليها. يعني نعم. قالت لا، انه ما يكون قهري، يعني ما يكون اختيار المهنه، يجب ان يكون الطفل مرافق، لا يعني موافق عليها الاوقات والساعات، موافق عليها حتى ما نقع من انه نحن كاهل اللي عملناه ما بنكون حققنا اهداف، بنكون بس نقلنا الولد من قدام عيوننا عم يضيع وقت ليروح يضيعه بوقت ثاني. فبدها تكون الاهداف واضحه نعم، لالنا حلو حلو وللرب العمل كثير اللي بيكون عنده الولد. أستاذة هبة سبيت. يعني فعلا يعني حتى لو عم بحكي مع طفل، إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع لحقق النتائج. حتى لو طفل صغير بده يكون عن جد عم بشتغل معه على القابليات بالدرجة الأولى. بدي أشكرك جزيل الشكر الأم والتربوية ومديرة مركز التخصصي للاستشارات الأستاذة هبة سبيتي على هذه التجربة ومشاركتنا إياها، يعطيك ألف عافية. يا اهلا وسهلا فيك استاذه زهراء. بالعوده لك، يعني اليوم اصلا انه انا لما بدي طفل يشتغل، يعني حتى اذا مثلا بدي هدد، وانا ما بتخيل انه هذا الجيل اليوم بيتهدد بانه والله اذا صار هيك من بكره بدك تروح على الشغل. ما هو جيل مدلل، يعني هو جيل اصلا واعي لاهميته واهميه قد ايه نحن شايفينه، مش مصدقين واللي مامن له اياه. نحن كان بالنسبه لنا احلام على ايامنا انه اصلا يكون موجود. ونقطه كمان مهمه من الاشياء اللي كثير تفضلت فيها الاستاذه هبه، يعني حتى واللي حضرتك اشرتي له، انه القابليه الموجوده اصلا عند الطفل وقد ايه نحن لازم نستثمرها. حتى نحن من نحن واولادنا صغار بنلاحظ، انا اذا بجيب له للولد لعبة مفكات براغي أو شيء بيحب يلعب فيهم، ولكن هو عمليا بيحب يروح يلعب بالعلبة الحقيقية لبيه. صح. البنت إذا مثلا أنا بجيب لها أدوات تنظيف، الألعاب وأغراض مطبخ، عمليا تنبسط فيهم فترة، ولكن بتحب ترجع تروح تستعمل المكنسة والمجرود والأشياء اللي هي عمليا بتستخدمهم الأم الحقيقية. فقديش نحن كمان هم ممكن نستثمر هذا الشيء كرغبة وكدفعية عند الولد اللي هو بالأصل أصلا يميل إلى هذه الأشياء، لحتى كمان تكون عنصر مساعد له لحتى أنه ينزل على هذا السوق بشغف ونحقق الأهداف اللي نحن بدنا إياها. صحيح اللي تفضلت ويعطيها ألف عافية الأستاذة هبة. أكيد الإكراه هو مرفوض رفض قطعي، ولكن يمكن بمطرح من المطارح قد يستخدموه الأهل. هو شوي عقولتك زمن ولا بس قد يكون ببعض البيئات الضاغطة يلي فيها قسوة مفرطة ممكن يتهدد الولد أنه أنت حتنزل تستلم محل بيك، لنقول إذا بيه عنده محل أو معمل أو أي شيء، والله في قصاص لإلك. هلأ أكيد نحن كنفسانيين بننصح حتى بالبيئة اللي فيها قسوة انتبهي، لأنه أنت عم تنفري ابنك من هيدا الأمور، لا بل عم بتدمريه، يعني أنه رح يكره الشغل من وراء هيدا الحكي. بالنسبة للرغبة، أنا بعرف ابني، ولكن أيام بحاجة إني استكشفه. أوقات إذا كنا بمطرح بيلفت له نظره شيء بحس إنه عجبه بسأل عنه أنا وياه، يعني أنا هون بدي يكون عم بعمل عن جد استكشاف. أو قد يكون عندي معرفة سابقة إنه والله ابني مثل ما قلنا نسبة إلى القدرات، والله ابني بحب الحسابات، بحب ينظم الأمور. في حتى فرق بين العمل اليوم، العمل الفيرتشوال ورك والفيزيكال ورك. اليوم في عمل عبر الإنترنت أونلاين، في عمل حضوري. والله يمكن ابني منه شخصية اجتماعية، أنا بحاجة إني نميه برا، ولكن رافض رفض قطعي. رغبته خليني بدل ما أكس على مهنة الصيف وعمل الصيف، خليني اتنازل له شوي، بدل ما يظهر لبرا كون عم يشتغل شيء أونلاين. في بنات بعرف بعمر 16-17 كانوا عم يعطوا دروس باللغة لبنات أصغر منهم أونلاين لأنه متمرسين. في شباب استعملوا موضوع الحسابات أو الجرافيك ديزاين وغيرها. فأنا هون فيني اتنازل شوي كأهل يعني بناء لرغبته، وفين المطارح حمسه عبر استكشاف رغباته. قل له تعال انا وياك نفتش، شوفي شيء انت بتحبه. بتحب التصوير؟ تعال نجرب استديو. بتحب الاخراج؟ تعال نفوت نعمل دوره تدريبيه فيها حضور يومي، يمكن ما يكون عمل بس كانه عمل بحضور ايام مكثفه لتكتسب مهاره جديده. ممكن يكون عنصر التعليم هون فايت بطريقه مباشره او غير مباشره. حلو كثير. نحن تقريبا وقتنا شرف على النهايه بشكل كثير سريع، بس لانه هيدا النقطه كثير بتشغل بال الاهل، انه انا اذا بدي احكي على عمل هل يجب ان اقول له انه بمقابل لحتى رغبه، وان لحتى اقدر خليه يترك تليفونه ويروح من تحت المكيف، ولا لا الافضل انه اقول له انه انت عم تشتغل عمل تطوعي؟ بين هاتين الحالتين ايمتى لازم الجا لانه شجعه عن طريق المال، وايمتى الاشياء المعنويه
بزمن الماديات. هلأ سايكولوجياً العمل التطوع هو منافعه كتير كبيرة، لأنه بيعرف الولد من خلاله أنه أنا عم أقدم عمل بدون لقاء مادي بدل مادي، أنا عم بشتغل لأقدم لمجتمعي وبالتالي عم أقدم لنفسي. وهون حكيت قبل شوي عن الدكتور النفسي ببلد الكويت اللي قال أنه لازم يكون البدل عطول معنوي مش مادي، ولكن ببعض الأماكن لا ضرار. شو المشكل إذا هو والله اشتغل بمطرح وقال له صاحب المكان أنه والله ابنك لا حرام تعب بيطلع له هلأ آخر الشهر هالقد، بس أني أنا مثلا اشتغل على شيء في إيحاء، يعني أنه والله أنا عم بحيله لابني انه هو عم يتقاضى بدل، بينما انا اللي عم قله لصاحب الشغل انا بقبض ابني بطريقه غير مباشره، هون شوي الالتواء بالتربيه ما كثير بحبه. بس هو الولد ما رح يعرف هذا الالتواء، يعني انا اذا عارف انه ابني بجزء ما مادي وانه هو ما رح يرغب ولن ينسلخ من راحه البيت الا اذا حس بقرشين انه والله بتجمع بالاخير بتجيب ايباد او بتجيب تليفون. نفسيا انا بتمنى لا يكون في مصداقيه وشفافيه، لانه حتى لو اكتشف بالصدفه يمكن يكون اثاره وتبعاتها النفسيه خطيره. فانا فيني استبدل لم يكتشف، لانه هلا كثير اهل اكيد رح يكونوا واقفين على هذه النقطه. صح، فيني استبدل بهديه معنويه وماديه. يعني ممكن انا اقول له والله اذا اشتغلت تطوعي انا حابه كيفك انك تبرعت، فانا مني لك بيطلع لك لنقول ايباد او تليفون جديد او سفره صغيره او مشوار محرز، فانا فيني اشتغل على هيدي الحيثيه كمان. حلو كثير. طيب نحن وصلنا لنهايه الوقت استاذه زهراء صاحب، مع العلم انه كان في بعد عده نقاط، بس ان شاء الله نكون يعني الكل اللي تفضلتي فيه فعلا مهم جدا، وايضا الاستاذه هبه اللي تفضلت فيه جدا جدا كمان مهم، لانه تجربه عمليه، يعني هذا يمكن كمان ميزه مهمه لكل ما تفضلتم به. بدي اتشكرك جزيل الشكر اذا استاذه زهراء صاحب المتخصصه بعلم النفس التربوي، وايضا على امل لقاء بحلقات اخرى معك اكيد. ايضا كل الشكر لكم مشاهدينا ومستمعينا على حسن المتابعه، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.